طلاب هالسيشن نسوي نربط المتسعه على التوازي مع من؟ مع المقاومه. نفس الربط كله بالضبط نفسه كله ما عدا نسوي جيب هاي وايرين من اطراف الحمل المقاومه، على اطراف يعني على التوازي مع من؟ مع الحمل. وين راح تربط هين؟ فالاوتبوت اللي هنا على الشاشه هسه المفروض ايش راح يصير بيه؟ يصير بيه فلتره. يصير بيه فلتره. شنو الفلتره؟ هسه راح تعرفها من خلال ليش اشرح لك اياها. هاي راح نضيف مقاومه متسعه صغيره 5 مايكرو فارات. اوكي راح نضيف 3 اجزاء احمر على الاحمر، اسود على الاسود. شوف تغير الرسم، راح افلت لك طرف وارجع لك الموجه شلون كانت وشلون صارت. هاك الموجه هيش كانت، موجه هيش صارت، هيش كانت هيش صارت. زيد كبر استاذ المتسعه بعد. شنو اللي صار؟ صار انه المتسعه صار بيها شحن وتفريغ، بحيث انه اذا تلاحظون تلاحظون هناك كانت القمة أعلى، القمة أعلى، ف عند ما موجودة متسعة. هسه قلت المتسعة، قلت القمة. ليش؟ من خليت متسعة ليش؟ لأن بهذا الزمن هو جاي تشحن المتسعة، فالمتسعة أخذت جزء من هاي الفولتية. زين شنو فائدة استعمال المتسعة أصلا؟ فائدتها هي عمل يعني تقليل الريبل فاكتور على الفولت. عندنا الريبل فاكتور وهم بيه قانون موجود عندنا بمنظمة، خلينا نراه من الريبل فاكتور موجود بمنظمة. هذا الريبل فاكتور. الريبل فاكتور شو يساوي لنا؟ الريبل فاكتور شو يساوي لنا؟ فولتية الـ AC على فولتية الـ DC. هذا تحت الجذر VRMS على VDC على VRMS تحسبها يعني من هاي القوانين، هاي القوانين كلها جاهزة بعد، وشرح لكم استاذ محمد شلون تطلعون الفي دي سي ومن هذا القانون تطلع الار ام اس. زين فهنا هنا عندك المتسع، عرفت المتسع؟ شوف هنا هنا هاي اذا بدون متسعة راح تصير موجه هالشكل. هنا الافرج دي سي راح تصير تقريبا بيور، هاي عند اضافه المتسعة. هنا ايش ما كبرت بالمتسعه ايش ما نقترب اكثر من الدي سي راح يسوي لك. نعم فلتر. فهذا وذ فلتر وما راسم هالموجه، ما راسم لا بالفول بالبرج اللي هي نفس مبدا العمل موجوده اعتقد بالبرج راسمها. اي اتذكر والله ما مرسومه. هنا هسه جاي نشوفها اونلاين، جاي نشوفها هنا اونلاين تاثير. هنا متسعة انضاء شحنت من كانت الموجة قمة الانبوت، لكن من صفرت شحنت قريب على التوباي فرغت المتسع، فرغت. شوف هسه راح دخلك الموجة هنا من صفرت الموجة. شوف هسه على صبعي، بداية صبعي هنا موجة صفر، اصلا الدايود ما اشتغل. من ما اشتغل الدايود سوت المتسع مو بيها شحنة، فرغت. من فرغت صعدت الموجة، صعدت الموجة من نص من الأكسيز هذا المحور إلى هذا. سبب الصعود هذا شنو سببه؟ سببه أنه المتسعة فرغت. شنو سبب الهبوط هنا بالمتسعة بين القمة الإنبوت وهاي؟ أيضا سببها شنو؟ سببه تشحين شحن المتسعة. هسه معناته شنو نستنتج؟ نستنتج أنه إذا كبرت المتسعة، كل ما كبرت المتسعة تزداد كمية الطاقة او الفولتيه المخزونه بالمتسعه. يعني المفروض اذا خليت متسعه اكبر راح القمه تقل اقل والقعر يعلى اكثر، يعني الشحن يعني الشحن التوفير يصير سريع. بالضبط التايم شي يسوي لنا الار في السي، فالسي اذا كبرته راح تكبر شنو؟ لذلك نقترب اكثر من الدي سي، نقترب اكثر من الدي سي. الشحن التوفير هسه يغير لهم استاذ. هسه نشوف كبر المتسعه. عندنا هنا بالبورد ثلاث متوفره، ثلاث متسعات 5 10 100 مايكرو. هاي خلينا شوي سوده، بس احنا خليناها على 5. نعم هسه نخليها على 10. هسه بس خلينا نصور ونغير هسه نلف مباشر. اوكي رجعت هسه سويناها، خليت ال 10 زغرت اكثر. هسه فصلت ال 10، هسه خليت ال 10، هسه فصلتها، هسه خليتها. هسه نفس الحكي اللي حكيناه، صعدت الموجه اعلى مقارنة بالحالة الأولى.
وأيضا القمة نزلت أكثر مقارنة بالحالة الأولى من كانت المتسعة صغيرة. جاي تقترب للدي سي، جاي تصير دي سي غير النستات بعد قيمة المتسعة. هي بكل الأحوال دي سي، لكن راح تصير بيور دي سي. بيور دي سي جاي تقترب لأنه تكون بيور. هسا عندنا خيار أخير هنا متوفر بالبورد اللي هو الميت مايكرو فاراد. فهسا لاحظوا أيضا مباشرة من أحول على الميت مايكرو فاراد إيش راح يصير؟ ضفته. إيش صار؟ اقترب من البيور، زاد زمن التفريق، العفو زمن الفولتية، مقدار الفولتية عند القمة والقعر أيضا زاد، فصارت شحن وتفريغ شحن وتفريغ، فهاي فصارت شنو الربل فاكتور هنا راح يقل مقدار. بس هاي الموجة يعني مو بيور دي سي بيور، لأنه هنا هذا أكو ريبل بس ما جاي نشوفه، إحنا هذا نشوفه بالماتلاب يعني إن شاء الله متصلون. ممكن إنه نكبرها استاذ علي، إذا كبرناها مو هذا مات الموجة الثانية راح يطلع بشكل أوضح. شوفه شوفه هنا هسه إذا كبرناه شفت هذا ريبل من خلال شنو كبرنا الموجة، يعني كبرنا كل مربع فسوينا لها زوم وكأنه سوينا زوم المن للموجة فطلعت هي الحقيقة هالشكل. زين هذا فيما يخص اليوم تجربة اليوم. تجربة اليوم كانت هي كانت الفول ويف سنتر ثابت أو فول ويف فول ويف ريكتيفاير باستخدام شنو سنتر ثابت ترانسفورمر. هنا هذا أمانة بي ان جنكشن دايود سنتر ثابت فول ويف ريكتيفاير. اوكي شنو مطلوب من الطلاب يعني بالمختبر استاذ بالتقرير؟ اكيد التقرير مطلوب يرسمون الموجات الانبوت فاليو الانبوت فانكشن نعم داله الادخال من شان السينسويدر نعم انت مثل ما كان موجود بالرسم الهرتزيه ايش قد كانت 50 هرتز والفولتيه ايش قد كانت 12 في ار ام اس يعني تقريبا 18 في بي نعم يعني في بيك تو بيك تقريبا شنو 33 فولت 33 فولت بيك تو بيك. بعدش عندنا مثل ما تشوفون اربع اوتبوت اليوم كانت عندنا الاوتبوت الاولى وذاوت كاباسيتر بدون كاباسيتر وشفنا الموجه شلون طلعت. الحاله الثانيه من كانت عندنا 5 مايكرو فاراد المتسعه والحالة الثالثة كانت عندنا 10 مايكرو فاراد والحالة الرابعة 100 مايكرو فاراد. فهذا مني كل الأربع رسومات مطلوبة على ورق بياني. يرسموها على ورق بياني. جيد. هذا فيما يخص اليوم الموجة. خوش. يلا. بعد كذا. شكرا.